عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، ونحن الآن على وشك الدخول في رمضان إن شاء الله الذي يفصلنا عنه أيام قلائل إن شاء الله، وربنا يهل علينا باليمن والإيمان والخير والبركة. أقول لكم لتعرفون الفرق فين، أنتم تحكمون بالفرق. لو أن رجلا عمل لنا مزاد وقال لنا يا جماعة الخير صحون وملاعق رمضان راعم 100 بخمسة ريال، وراعم 30 و50 بعشرة ريال، وأم فناجم من ريال ومن ريال، ومصواني ومكواس حق مشاهي، كيف سيكون حالنا عند هذا الإعلان؟ نتسابق على حرمة ورجل، يقول أنا مغطية ومكشفة، كلهم شجون ورجال، علشان هذا عمل دنيوي. نادانا له رجل علشان ينفق بضاعته، مكدسة عنده ما عنده لا، لكن الله سبحانه وتعالى يقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يعني يقول يا باغي الخير تعال، أنا الآن أوزع الحسنات بالملايين وأجعل مصير هذا الإنسان الذي يموت على الصيام الجنة، لأني أنا إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب النيران وصفت المرض للشياطين، علشان لك أنت أيها الإنسان تعمل وتتنافس وتجتهد، وكل حسنة بعشر أمثالها وأكثر، فتعال يا باغي الخير أقبل ويا صاحب الشر والمستمر عليه أقصر وأرجع إلى الله سبحانه وتعالى وتب. فما بالكم واحد الآن الله سبحانه وتعالى جل جلاله يعطينا الجنة، يقول أنه مصيرك أنت أيها الإنسان تموت وأنت صائم أو في شهر رمضان تعمل الخير، وإذا مت فأنت قد قدمت عملا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر لك ويعتق رقبتك ورقبة والديك إذا أنت عملت في هذا الشهر عملا صالحا وطيبا وقمت بما أمر الله به ونهى عنه. فأنت الآن ذي فرصتك يا باغي الخير، الله ينادي يقول يا باغي الخير أقبل ويا المستمر على الشر أقصر وتوب وأرجع، ترى هذه فرصة لك في الحياة، لأنك ما دعت ترجع ولا ما ترجع، رمضان عاد يرجع لك ولا ما يرجع. فالمغفل والضال هو الذي يسمع هذا النداء ويستمر في ضلاله وفي غيه وتماديه في المعاصي. أسأل الله لي ولكم التوفيق وأن يهل علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بشهر رمضان، ونحن في خير وصحة وعافية وأمن وأمان واستقرار دائما وأبدا، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال.